وتسابونا، قولنا على اللحظة اللي قدسك حاسس بيها دلوقتي بعد نجاح الشريط وتفوقها في الثانوية العامة. لحظة فرح ولحظة شكر ربنا عشان كل تعبها ومجهودها بالنجاح والتفوق، وإن هي من الأوائل على مستوى الجمهورية. لحظة جميلة أوي أوي أوي، وأنا بشكر ربنا عليها كتير. طب قدسك كنت حاسس او كنت يعني بتشجع شيري الى اي مدى، يعني على اعتبار انها تطلع من الاوائل، ولا كانت جيب الصدفة، ولا يعني كنت حاس يعني بتفكر في كده او امنيتك كده، ولا هي جت حاجة كده من عند ربنا هدية يعني؟ هي جات من عند ربنا أولا، لكن أنا كنت عارف، عشان أنا كنت أحيانا كتير بتصعب عليا شيري من كمية السهر وكمية المجهود اللي بذلاه. يمكن أنا كنت بفجر في حتة من حبة وقلت لهم، أنا يعني كنت بقول المجهود اللي بتبذله شيري ده عاوز أشوف الدرجة اللي هتجيبها كام، ولو حد جاب أكتر منها أشوفه عمل إيه. لكن فعلا ربنا كلل كل حاجة بالنجاح، نقفت يعتبر هفوة كده ما تسواش حاجة. يعني اذا كنت شايف ان هي بذلت اقصى مجهود ممكن لا، يتبذل لي. بذلت مجهود جامد جامد، وفعلا تعبت في الآخر، ربنا كلل كل عمل بالبركة والنجاح. شايف ان يعني دي خلاص بقى رسالة، يعني امنيتك لشيري خلاص خلص، يعني نجاحها فخلاص اوكي كده، يبقى الرسالة لا اتحققت، لا، ولا في حاجة تاني تطمح ليها شايفها ممكن مهمة؟ استمرار النجاح، استمرار النجاح أهم من إن أنا أنجح مرة وشكرا. لا، استمرار النجاح وتواصل النجاح ده مهم أوي أوي أوي. ازاي نفسك كنت بتشجعها، والأسرة ايه دورها في تفوق شيري؟ الأسرة كانت بتهيئ الجو، وكانت بتنظم الوقت، وكانت بتتابع ايه اللي يتذاكر او ايه اللي ما يتذاكرش عشان ما نركزش على حاجة ونهمل التاني. اعتقد ده اهم دور الأسرة، مع المتابعة الروحية رقم واحد. طيب ايه الرسالة اللي توجهها لكل أسرة عندها ابنها يبقى في الثانوية العامة السنة الجاية، وازاي تديهم رسالة كده لو حققوها او نفذوها ابنهم او بنتهم هتتفوق؟ أقول لهم أول حاجة، ما أتقلقوش، واعملوا اللي عليكم بجد وبجدية، والباقي ربنا يكمل. لكن أحيانا التوتر يخسر حاجات كتيرة أوي. اتكلوا على ربنا وما تأثروش، لو اتكل على ربنا وأثر مش هحقق نجاح. فهو يتكل على ربنا ويبذل كل طاقته اللي ربنا اداها له من امكانيات وقدرات، بعدها هيحقق نجاح. ألف مبروك يا شيخ. الله يبارك فيك، متشكر.